guys exchange the Russ, ang number one energy drink. Yeah, large his own move. Alam niyang may dalawang foul na yun eh. Yeah. Perez nice shooting over Salami. Waiting for him. Good spin. Nice drop at the dunk. Yeah. It's about time to play June Mar and Clutch. Yo, yo, yo mga idol, bago tayo magpatuloy sa ating video ay may papakilala lang ako sa inyong isang sports betting app. Ito nga ay ang 1xBet. Meron dito PBA, NBA at iba pang sports and casino games. Napakadali lang mag-register mga idol, gamitin lamang ang ating promo code na BIGGAME at pwede tayong makatanggap ng up to 7,000 bonus sa ating first cash in pa lamang yan mga idol. Sa mga gusto mag-register ay ilalagay ko ang link sa comment section at sa description box below. Maraming salamat mga idol. الجماهير الفلبينية نفترض على هالقرار سلوك غير رياضي. أوه الحكم احتسب رميتين وحيازة. يكون عليك دبل تيم وكرة قطعت. Sky time, two-handed. هنا أندري بلاتش يا سلام يا سلام وهناك أندري. It's 3-0. This is their last game. Oh look at that! Up top. Things getting set up inside the Shabab. Oh look at that! Up top. More to one. Played four straight. Oh, wide open underneath. That's an easy basket. Knocking down 5 of 9 three pointers. Grady. Blotch working his way against Grady. He likes this matchup. Very comfortable in using that pump fake from outside. Mighty كرة تعود تونسية محاولة drive. الجام شوت التونسية مام بينطلق فريق الرأسي محاول الآن التسجيل وعم بيسجل حيضغط على أي لاعب شوتر جوان أو خوان لوم ديليانو وأندري بلاتش نقطة التاك كاش بالفاست بريك بوينتس رينالدو بالكمان بيحاول يسجل ضاعت ثاني أوفنسيف ريب بيقف اليوم الفريق التونسي خوان ديليانو على الأرك أول المحاولات التونسية أشرف ياخذ كرة على الثري بوينتس أوف ذا جلاس كان محظوظ فيها ايضا محاولة الرد الطف على الدفاع لكن التركيز على الهجوم مطلوب انتون بياخذ الجمب شوت على نرجع من جديد في زياد نايس باس كرة عن تريمش تحت الباسكت لكن البلوك شوت عم بيكون موجود هنا اندري بلاتش يا سلام يا سلام وهناك اندري ممتاز سبين فوت وورك ومش هيك كمان شو تايم مع تمريره بنسميها محاولات خوان ديليانو جوميز ديليانو بيسجل 17-14 لاشرف قنوني او قنوني على الجلاس برافو يا اشرف درايف حلو كثير هالدرايف وهذا من لعب ضد كوبي براينت عام 2012 في الالعاب الاولمبيه عام 2012 المدرسة اللبنانية التونسية والأردنية وحاليا باسكت تسجل الراتسي اليوم عنده مشكلة على الثري بوينتس صحيح متأخر بنقطة رغم واحدة وهنا زياد الشنوفي بيحاول الوقت بينتهي جود ديفنس وفي فاول ضد زياد كانت فاول ترتكب فاول وبتحكي مع الحكم بتحصل على تكنيكال فاول عادي نرجع من جديد رينالدو بالكمان كندريك اب اند ان الفاست بريك بوينتس النقطة كمان معناها بدك تتحمل الرننج جيم كندريك بياخذ كرة على الارض صار الالعاب لاعب البوينت جارد هذا محمد نعيم ضيف الله بياخذ تير اراوند جامبر ومحمد نعيم ضيف الله هذا هو ايزاك جو حاليا ايضا نجم فريق مايتي سبورتس اندرو ايضا على البنش مالونزو اذا ثلاث لاعبين كندريك نايس باس واو شو حلو فريق مايتي سبورتس أربع نقط أنتون تحت الباسكت جود جاب أوفنسيف ريباوند بيروح على البورد دائما عند كندريك ريباوند البيج جاي بيتعرض لدبل تيم بياخذ الجمب شوت هالجيم أول لاعب يوصل لحاجز 10 بوينتس 10 نقط اللاعب رقم 4 بالفريق الفلبيني عليك لؤي روسلي أطاح لتوصل تحت الباسكت عند محمد نعيم ضيف بيطلبها صاحب 10 بوينتس هذا جوان أو إخوان ديليانو
جام شوت لفريق النجم الراسي هذا الفلبين عم بيشوت من انسايد واوتسايد عم بينجح 36-30 فارق 6 جوري فلبيني بيشوت بنسب حاليا موفقين وعم بيوصلوا تحت الباسكت عم طلم لنشاهد قديش الشغف الفلبينيين للباسكت بول وهون كان محظوظ الرمية الحرة المنتخب التونسي صالح الماجري هو اللاعب كاش نحضر حالنا لشو للشو تايم لا ايزي لعب لرينا النقطتين لكن فريق مايتي سبورتس كان عنده رقم كبير على مستوى الاوفنسيف ريباوند كان على الهجوم هذا رايي هذا جود سكرين طبعا لاعب ضخم بها ابو علاق ابو علاق بياخذ جامب شوت على الثري بوينتس اول الثري باسر الكوتش امين رزي اندري بلاتش بيخترق اندري اول ذا واي ممتازه سجلوا خمس نقاط 5-0 رن وهناك اوفنسيف ريباوند النقاط السهله النقاط السهله شوف هالتورن اوفر ليه كل هالكرات الضائعه يعني شو بتتوقع شو بتتوقع يا اشرف مش معقول او هذا بوترومونيو ألفين بوترومونيو من أشهر لاعب باسكت بول فلبيني في السنوات العشرين الماضية نوع الأوفنسيف ريباوند لازم فيه يكون هناك بوكس أوت وهنا الحكم بيحتسب الفاول أو الحكم احتسب رميتين وحيازة سلوك غير رياضي الجماهير الفلبينية ما بترضى على هالقرار الأولى بنجاح ريبوند ممنوع سكند شانس ممنوع سكند شانس جود جوب لكن وصلت عند اندري بلاتش شنوفي هنا انتون بياخذ الجام شوت وبيسجل 2 بوينتس بلاتش ايزاك الكره ثانيتين على نهايه الهجمه ضاعت هالكره و 3 بوينت ما سجل اي نقطه زياده شنوفي الدول التونسي محاولة الدرايف في ماكنزي مش معقول هالماكنزي لا والله 16-12 يا زياد بينقل هلوين رائعة رائعة خمس نقاط تونسية سريعة ماكنزي مور ماكنزي عنده ويليامز ويليامز على الارك بيسجل عموما رينالدو بالكمان بيحاول في فاول على محمد نعيم ضيف الله اكو هنا عمليه المسك في البدايه وبعد هيك سحب ايده محمد نجم ثلاثه زياد بياخذ محاوله صعبه كثير على الثري بوينتس اخيرا اخر ثلاثه ماكنزي ماكنزي بيروح بيعمل الدرايف هلا الدرايف اللي كنت عم بطالب فيه لانتون اشرف اشرف بيحاول يعمل درايف عند انتون بلوك درايف رينالدو بالكمان بيسجل رينالدو بالكمان شوفوا 3 على 1 3 على 1 راحوا راحوا اول ذا واي كرة ضاعت محمد حسني محمد حسني بيدرايف برافو يا محمد مايتي سبورتس تايم اوت لفريق مايتي سبورتس هنا في فاول حاسس في كم سبورتس هو ليس نادي وانما تاخذها على الثري بوينتس محمد نعيم 7 نقاط فارق بالفعل برافو عليك اخوان ديليانو 3 بوينتس هائلة جدا يرجع عند محمد حسني اشرف بيطلع بيسجل باسكت ان ورمية حرة اضافية برافو اشرف نستفيد من المس ماتش تحت الباسكت اندري بلاتش بيتير اراوند سلي بس اندري بلاتش محنت اللي بتفاعل فيها مع الجمهور 3 بوينتس اثرت كثيرا على معدل الهجومي اعطى كثير اوبن شوتس الفارق راح 9 سريعا وزياد شنوفي بيكون زياد ممكن يسجل تنتين رغم انه زياد اليوم مش بيوم ستايل يا زياد تنتين من تنتين برافو يكون عليك دبل تيم والكره انقطعت سكاي تايم تو هاند ليه تطلب السكرين من محمد نعيم ضيف الله مش انتبه لانه لاعب سريع ممكن يكسب الفاولات وهنا بيسجل رينالدو بالكمان مدير شركة سما للفعاليات الرياضية المنظمة لبطولة دبي منتخب التونسي هنا حتى مختار غيازة عموما هنا اندري بلاتش بيسجل المقبلة وهنا رينالدو بالكمان بيحاول بإيزي لعب مع بداية هذه المباراة بطبيعة الحال هنا الثلاثية الآن بيتعرض الفريق الراسي التونسي بيقول له هارد لك لأول خسارة له
بهذا الانتقال للكباتن في الاستوديو. Oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. Yeah.